أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منحييكم عبر إذاعة صوت لبنان. اليوم بدنا نعايد كل اللبنانيين بشكل عام والمسلمين بشكل خاص بعيد الأضحى المبارك. على كل حال اليوم حلقتنا مخصصة عن العيد، عن الأطفال والولاد اللي كانوا ينبسطوا بالعيد، قديش فرحتهم السنة عم تتراجع، قديش الأهل عايشين المأساة إنه يأمنوا احتياجات ولادهم، شو الارتدادات النفسية اليوم لما الولد ما بيحصل على اللي عم بيشوفه عند غيره من الولاد. أيضا بظل الظروف الصعبة اللي نحن عايشينها، مدى تأثيرها على الشباب والشابات، على الارتباط، على الانفصال، على تخلخل اليوم الزيجات، غير كل هالعناوين اليوم رح نتطرق لها مع ضيوفنا الشيخ حسن حميدي العاملي والدكتورة سهير الغالي المتخصصة في قضايا الأسرة والتنمية والأستاذة في الجامعة اللبنانية وأيضا معنيين بهالملف. قبل ما نفتح هالملف اليوم ونحكي عن العيد بكل تشعباته وعن الوضع الاقتصادي اللي عم بيحرمنا حتى بفرحة العيد، خلينا نبتدي نقول الشعب بسريلانكا حسب المسؤولين وقف قدام مقرات وحصون وسكنات ومجمعات كل اللصوص والفاسدين. نعم، قدر الشعب السريلانكي أنه يتوحد ويقوم بردة فعل طبيعية على استبداد وظلم حكامه وانهيار قوته الشرائية واقتصاده. ليش ما بيلهم هالمشهد الشعب اللبناني لحتى يقتلع الفاسدين ويرميهم بالشارع يلي عينوا أزلامهم بكل مرافق الدولة، يلي احتكروا إلهم وحدهم كل المناصب الإدارية والقضائية والعسكرية وحتى أصغر موظف وآخر حارس بالبلدية، يلي استثمروا على ظهرنا وحسابنا وحساب الخزينة والمال العام، اليوم استثمروا وربحوا. الشعب السريلانكي توحد وعنا بعدنا شعوب لطوائف للأسف. فألف تحية مع هالصبحية للشعب السريلانكي، خلونا نخجل من لبنانيتنا فبحق هالعيد العظيم. إن شاء الله تكون سريلانكا مصدر إلهام للشعب اللبناني اللي بعده مخدر والعظيم. أهلا وسهلا بالشيخ حسن حميدي العاملي وبالدكتورة سهير الغالي المتخصصة بقضايا الأسرة والتنمية والأستاذة بالجامعة اللبنانية. اليوم عيد، بأي حال عدت يا عيد شيخ حسن حميدي، اليوم بأي حال نحن عم نعيد العيد اليوم؟ للأسف نحن أول شيء يسعد صباحكم وصباح المستمعين والمشاهدين وينعاد عليكم تكون سنة خير. أول شغلة للأسف نحن عم نعيش كل شيء إلا العيد، يعني عم نعيش الحزن، الزعل، القهر، المعاناة، الجوع، ومش عم نعيش العيد أبدا، لا في رهجة عيد. يعني بالعادي كان قديما العالم قبل بثلاث أسابيع تبلش تحضر، تجيب الملابس الجديدة، تجيب تجهز الحلويات، تجهزوا الدبايح لله الأضحى يعني. بينما هلأ ما في شيء، أقله العيدية اللي كانت الأطفال تنبسط فيها وتفرح فيها هلأ هيدي الأيام محرومة منها. يعني كنت الطفل لو كان الواحد فقير إذا بتعطيه 1000 ليرة كانت تعني له كتير للطفل، كان يقدر يجيب فيها شيء. هلأ إذا بتعطيه 20,000 ما في مبت ولا شيء، هو بيطلع فيك. فللأسف وصلونا لمطرح حتى هيدي الفرحة الصغيرة اللي كنا نهرب فيها من ظلم هالطبقة اللي كان واللي بعدها حاكمتنا بهالبسمة الصغيرة اللي نعملها على العيد، حتى هيدي خسرونا إياه للأسف. يعني هيدا فما في عيد، يعني وين العيد؟ ونحن شو تعليقك على المقدمة؟ والله لا أول شيء منحيي الشعب السريلانكي اللي قدر يعمل اللي ما للأسف. يعني ليه ما قدرنا نحن نعمل هيك برأيك؟ ليك لقلك شغل صغيري، لأنه نحن ما في عنا ليك هذه الطبقة اللي هي حاكمتنا عملت شرخ كبير بين أبناء المجتمع، عملت أول شيء انعدام ثقة بين بعضنا كمجتمع بشكل عام، وعملت شرخ عميق جدا بين ضمن المذهب الواحد وضمن الطائفة الوحدة وحتى ضمن البيت الواحد. هلأ بالبيت الواحد بتلاقي فيه خلاف سياسي بيوصل لمطرح عامل شرخ كبير، بيصير في عداوة بين الأخ وخيه لأجل الزعيم الفلاني والزعيم الفلاني. فما حدا بيحب لبنان، قليل يعني اللي بيحب لبنان، كله بيقلك صدقي لو نحن بلبنان منحب لبنان كنا عملنا أكتر من الشعب السريلانكي للأسف. يعني ليش ما منحب لبنان اليوم؟ يعني عم نحكي نحن وياك دكتورة سهير، ليش نحن مش معلقين ببلدنا أو ليش مخدرين ما مننطفد اليوم حتى بهجة عيد مش قادرين نفرح فيه؟ ليه برأيك؟ صباح الخير. صباح النور. هيك نقول من جديد كل عام أنتم بخير للجميع.
خلينا نقول مش ما بنحب لبنان، لأنه ما بدنا نعمم ونتهم العالم ما بحبوا لبنان، لا نحن بنحب لبنان ونحن باقيين بلبنان. ولا ليش بعد عم نرد على الشيخ اللي عم بيحكي اليوم؟ لا بحكي بشكل عام. حسن حميدي نعم تفضل. لا هي بنسمعها أكيد يعني. في مخدرين أو مش مخدرين، خلينا نقول لك إنه في عنا حالة نفسية معينة، يعني عادة نحن عم نعيش أزمة كتير كبيرة. وهالأزمة تراكمية مش وليدة اليوم، يعني إنها أزمات متتالية، ولبنان بلد الأزمات. فهنا الشعب تكيف على الأزمات بطرق مرضية، أنا خليني أسميها. في عنا جزء من الشعب شو بيعمل؟ بيروح مع الأزمة، بيتعامل معه بنحو لوم الآخر وإلقاء لوم إنه أنت سبب الظروف والعالم، فبيستسلم وبيصير عنده هالخنوع. هيدي نظرية لوم الآخر أو لوم الضحية نحن بنسميها. فعندك جزء من الناس لا بعيشوا على المبادرات، بقولوا هيدي الأزمة كيف بدي اتكيف، كيف بدي اتكيف مع هالأزمة، كيف بدي أعمل مبادرات. مشان هيك بنشوف عنا تطوع، عنا جمعيات أهلية، عنا العائلات بيتحركوا على مستوى معين. في عنا هالتخابط إذا بدنا نقول، مش الكل على نفس الموجة. لا مش في عنا ناس إنه مستسلمين لأنه عنا هالقد اضطرابات وعاشوا بتكيف سلبي خليني أقول، وفي عنا لا ناس عم بيحكوا روح المبادرة وعم بيحاولوا يلاقوا حلول. وفي عنا ناس ملايين المطاعم، وفي عنا عنا مشهد آخر مختلف. مشهد آخر بيقولوا اللي... يمكن أول ما بتطلعي هيك وبتشوفي شو عم بيصير بتقولي لا الدنيا بألف خير بلبنان، معنو في ناس جوعانة بلبنان. ناس كتير جوعانة والأغلب هو جوعان يعني، والنسب الفقر كتير مرتفعة. لو أنه ما عم ينحكى بس المشاهد والإحصاءات ونحن شغلنا مع الناس، بدل نحن من الناس اللي بنعرف أنه فعلا في ناس جيعانة، في أطفال عم بالوضع تبقى. على الأرض كيف عايش طالما يعني شغلك مع الناس مع هالعائلات، كيف مر العيد عليها مع هالأطفال مع الأولاد؟ يعني بالعيد كان مرجيح وحلو صحيح. وهدايا ويعني ونزهات وظهرات إيه؟ في عنا هالعيد إذا بدي أقولك أنه في عنا تراجع بهالمظاهر. نحن قديش كنا نقول العيد هو بهجة وفرحة وفي تحضيرات ما قبل العيد، هلأ بتشوفي حتى وكمان قائم على عطاءات الخير ومساعدة الآخرين إيه، حتى المبادرات حتى يعني في الجمعية كمان المساعدات عم تاخد أموال إيه؟ من الخارج بالفريش دولار لحتى هي كمان تساعد إيه، وكمان هيدي تراجعت هالسنة. يعني حتى نحن كنا نشهد أنه أضاحي أكتر، توزيع مساعدات، تياب العيد، ما في تراجعوا كتير لأنه في وضع عام على البلد عم بيكون. طيب شو عم بيصير بالعالم؟ إيه في 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 ناس على مثل ما بيقولوا عم بيحاولوا يعيشوا العيد بما هو موجود، بس أنه أكيد في عنا كتير أمهات بكيوا أنه ما قادرين يجيبوا تياب العيد لأولادهم، حاولوا يعملوا شيء لو دخلوا شيء شغلة صغيرة بس لدخلوا الفرحة لأولادهم. في أهل ما بيقدروا يظهروا أولادهم، في ناس ما مثل ما قال الشيخ بالأول ما العيدية اللي هي رمزية إنه أنت عم تكرم الولد وعم تشجعي ما قادرين يعطوا عيدية، غير إنه الحلويات والمعمول والقصص الثانية اللي لها علاقة بالأكل والشرب قديش هي مرتفعة قيمتها. إيه العيد صعب على العالم والناس فعلا اللي في عنا حرمان، خليني أقول إنه في حرمان وعنا فرحة مش مكتملة عند الناس. شيخ اليوم بعيد الأضحى شعب لبنان هو ضحية، ليش؟ هلا أول شغلة ما بدناش نيجي نجلد حالنا، خلينا أول شغلة نجي على رمزية رمزية عيد الأضحى. أول شغلة تفضل. عيد الأضحى هلا أجمع المسلمين بشكل عام إنه علي لهذا العيد، وأنا برأيي هذا العيد هو مناسبة بترمز لمناسبة هيدا بيرمز لسيدنا إبراهيم سلام الله عليه وإسماعيل اللي هن يعني بهم كل الأديان السماوية، يعني مش حكرا على مذهب أو على طائفة. فنحن إذا منجم نطلع لهيدا الحادثة بالأصل إنه هو رب العالمين ابتلى إبراهيم وإسماعيل بأمر اللي هو أمر الذبح وكذا، بس لما شاف ربنا الصدق والإخلاص من إبراهيم وإسماعيل شو عمل ساعتها؟ ففديناه بذبح عظيم. هل عيد للكل؟ الدخل ايه ما هذا للكل، ايه صح للكل، ما هذا يعني مسيحية ما هذا اللي عم نحكي فيه، قلنا ان هو مش حكرا على حدا، هيدا للكل، هيدا احسنتي، هيدا حكرا هيدا للكل. بس لقسموا الاعياد بلبنان بصير يعطوكي هون عيد وهون عيد مشان الفرص شيك والاستراحة، وانت بحق لك بهالقد وانت بحق لك يعني ستة وستة مكرر مش هيك؟ صحيح. فاللهم صل على محمد، هو هيدا الإخلاص والصدق لما رب العالمين شافه موجود عند إبراهيم وإسماعيل دخل وساعد. نحن عنا بلبنان بنفقد للإخلاص والصدق،
اخلصنا لوطننا، حتى ما نقول الكل يعني، بدناش نقول الكل يعني، للاسف يعني اللي ناس ما بيتركوا وطنهم بحبوه كتير، في ناس بيرجعوا رغم كل المآسي اللي عايشين هون متمسكين فيه، ما فينا نعمم ما مش عم نقول الكل، عم نقول البعض او حتى نقول الاغلبيه، بس مش كلنا صحيح هيك، عرفتي كيف؟ فهيدا بعتقد انه له دور سلبي يعني كان على الوضع العام بلبنان. نعم. اليوم الاضحى بمفهومه العام يعني، يعني خروف العيد. انا برايي هو اكثر من هيك، هو يعني اكثر من هيك، هو انه نحن نضحي مش خروف العيد. نعم. نحن نقدم ونضحي لهالبلد. بهلا ليك واقعا اللبنانيه ضحوا كتير، اللبنانيه كشعب لبناني ضحوا كتير، نحن بانتظار هالمسائل يضحوا يعني. هل بدي اسالك سؤال، هل سمعتي حدا من هالمسائل عمل برمي على العالم على العيد، او حدا دق بيوت الفقراء على العيد، او بس حدا سال عنكم كمان شيخ؟ نحن عم نقوم دورنا، كل واحد يعني حسب امكانياته. طبعا كل واحد حسب امكانياته، عفوا ايه كل واحد يعني حسب امكانياته. نحن الحمد لله بنعمل اللي علينا، برمنا وسالنا وزرنا وشوف فينا نقدم مساعدات. طبعا نحن وضعنا انت بتعرف الوضع يعني، مش حنحكي، بس بشكل عام نحن فينا شوف فينا نساهم او نقدال على الخير كفاعله يعني، ونحن نشوف فينا نساعد، عم نحاول نساعد قد ما فينا، بس بالنهايه نحن قدرتنا هالقد بالوقت اللي عنا، الزعماء عندهم امكانيات عظيمه جدا وهيلي قادرين يسخروها لخدمه هالشعب. ما بيأثر صار لكم قديش عم تاخذوا من هالشعب، اعطوه مره ما عم يعطوه. فللاسف بتلاقي يعني مثلا برمنا ناس، في ناس صدقه نحن وصلنا لمطرح خبز مش عم نقدر نأمن يعني، يعني خبز بدك توقفي بالفرن ساعتين، الشعب اللبناني العظيم بده يوقف ساعتين بالفرن لياخذ رغيف خبز. شوفي وين، وناس بيضطروا ياخذوا خبز فرنجي، وناس بيضطروا ياخذوا خبز لانه مش عم يتامن الخبز، وناس عم يعني. انا باحدى الجولات فتنا على بيت في ناس صدقا عم تحط مي على رغيف الخبز، رغيف الخبز عم تحط عليه مي لحتى تطهي. هيدي المشاهد اللي شفتوها بالبيوت زرتوها؟ ايه والله قسما بالله، عم لك مي على رغيف الخبز لحتى اضطر الرغيف للاولاد ياكلوا. فتنا لعند ناس يعني، فتنا لعند ناس، انتوا عم تعملوا زيارات لتقدموا، لنقدم شيء للناس، شي فتنا للناس لعند يعني ناس جايبين هيك شويه اغراض. طبعا فتنا لعند ناس، وقعت المرأة بأرضها، ما قالت لي أنا صار لي 3 أيام ما في لهم أكل بالبيت، وهيدا واقع عايش كل العالم. أجلك روحي على المزابل شوف العالم اللي عم تاكل على المزابل، عم تاكل من فضلات الأكل اللي مكبوبة على المزابل. هيدا الشعب اللبناني العظيم هيك عايش. نعم. للأسف وهيدا الشرخ اللي موجود صار بين الطبقة الحاكمة اللي هي والشعب، عم يمنعهم أو عم يعملهم عن عيونهم، مش عم يشوف العالم كيف عايشة، مش ما حدا عم يحط انه انا بدي انزل شوف هالناس كيف عايشه، كيف عم تاكل، كيف عم تشرب، كيف عم تسجل اولادها بمدارس يعني، عفوا اقله المدارس ليطلع الولد متعلم. اذا احنا ما قدرنا نعمل شيء اولادنا يقدروا يغيروا يعملوا شيء، ما في. والفهمانين بالبلد عفوا على الكلمه، واللي قادر يسافر عم يتركوا يفل. لمين تركين يعني؟ انا حكيم ابني، كان عندي حكيم لابني لاولادي الله يوجه له الخير، سافر هيدا الشخص كنت ابرم عفوا على الكلمه يروح لعنده ارتاح نفسيا، ارتاح. طيب هذا اول فرصه سافر، وغيره وغيره كتير يعني اذا بتجي بتشوفي للاسف يعني. طيب اليوم هاي المره الاولى شيخ يعني بمر العيد من دون رغيف، يعني اليوم كانت تحضر الازمات بالسابق بالتقسيط. نعم. يعني او ما في دواء او ما في مستشفيات او هلا او ما في رغيف، بس هلا يعني الازمات حاضره مع بعض البعض. صحيح. يعني وهيدا عم يسبب انهيار كتير للعائلات اللي عم بتعيش بهالوطن. طب ليش مش عم تتحرك كمان؟ بنرجع يعني ليه ما عم تتحرك هالعائلات للدين؟ مين وصلها لهون؟ ما انا قلت لك ست نوال، انا قلت لك من الاول انه هن عملوا شرخ حتى ضمن العائلات يعني. انا عفوا كلمه بنقعد بين الناس بتلاقي مثلا احنا ليش كنا قبول يعني؟ ليش كنا عم نقبل يعملوا فينا شرخ؟ ما هيدا نوع من التخدير البطيء يعني. انت بتجي واحد مثلا بدك تعوديه على مخدر معين، بتعطيه شوي 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 بتوصل لمتر خلص هيدا راح، عرفت كيف؟ فهيدي سياسي صار له 30-40 سنة، ما أنا سياسي بنت اليوم يعني، عرفت كيف؟ ولا واقعا إذا بتجي بتطلع في عالم كتير أصلا مش رضياني بهذا الوضع اللي نحن فيه. أوكي. بس شو بدي تعمل يعني؟ ما يعني عم بحكيك يون، أنا بشكل عم بحكيك من 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 عنا من بيتنا وأنت وطالعة. شو الفرق دكتورة سهير بيننا وبين سريلانكا؟ فرق إنه ما عن بيننا وبين مصر. تعرف شو الفرق؟ الوعي الجماعي يعني. جماعي. وعي جماعي. نحن نفتقد لهالشي يعني، نحن ما عنا وعي جماعي مشترك، عنا وعي جماعي مقسم يعني، كل مجموعة عنا جماعات مش جماعة واحدة، فكل واحد عنده فكرة وعم يشترك فيها وعم يشتغل عليها. نحن وهيدا مش لأنه اليوم بس بالأزمة، لأنه نحن عشنا طلعنا من الحرب وما عنا مصالحة إذا بدي أقول الحقيقة،
مصالحة بين المواطنين عم بحكي حقيقية ما لنا موجودة. فهيدا الفهم المشترك والوعي المشترك مفقود، مشان هيك عنا هالانفصام إذا بدي أقول. أو طب من يعني من وين لازم نبلش؟ يعني اليوم لازم نخلق وعي، من وين؟ نبلش من حالنا وجر. يعني أنا بشوف هلأ الدور الأساسي ببلش على الدوائر الصغيرة، يعني بين عائلتي وعائلة اللي حدي وجيراني والأحياء، ونمتد. لأنه قصة التغيير السياسي هذا مشروع آخر طويل، وكمان في ما في ثقة، لأنه كمان إحنا نعرف شو الخضات اللي مر فيها لبنان. طيب كيف بدنا نطلع من تبعية الزعيم والطائفة؟ أنا بشوف أنه نحن حاليا في ناس طلعت يعني، بس مش عم تحكي او مش مبين هيدا الشيء، لانه في يعني بس لازم تعدي غيره. ايه، لانه فعليا هلا الناس مثلا تغيرت اولوياتها. ليه؟ لانه في عندك ازمه هي اللي عم تكون ضاغطه، ما بقى عم يحكوا حتى بموضوع الدين او السياسه او الزعيم، فصارت هي راكده على كيف تامن معيشتها. كمان هيدي جزء سياسي اذا بدي اقول، او تكنيك او استراتيجيه عم يستخدموها الناس الحاكمين لافقار الشعب ولالهائهم. بالنهايه انت بس تكوني انت ابنك عم يبكي، او انت جيعانه، او حدا مريض وما قادر يجيب دواء، ما بقى يهمه شو عم بصير، عم يهمه بس هلا انا شو بدي اعمل اليوم، كيف بده يقطع علي هالنهار. هيدا عم شوفه كتير. بس اللي بيجوع بيثور. بس لانه هن نازلين معنا هيدا، بده يقوم حدا يسور، بيجي حدا يقول له لا طول بالك انا بعطيك مساعده، انا بوقف حدك هون، او بيجي حدا معين يعني تابع لجهه معينه بيقول له نحن خطط عم بتصير. برايك في خطط عم بتصير لحتى تنيم الشعب ما يطالب بحق؟ نعم، في سياسه افقار، وسياسه الافقار هي اللي بتهدد، تعمل اذا بدي اقول لك ترجع الناس للحاجات الاساسيه، وبتخليهم يغيبوا عن الوعي. يعني ما بيقعدوا قادرين هنا يطالبوا حقوقهم، خلص راكدين مين بده يساعدني. صار بالنسبه لهم اذا شخص قدم له المساعده هذا هو الكل بالكل. يعني كيف الزعيم، انا عامله فكره دراسه عن المواطنيه وقتها انا عملتها بطرابلس. اوكي، مثلا قديش في عنا فقر بطرابلس؟ وقت اللي بتفوتي عبيت بتلاقي حاطط صورة زعيم. ليه؟ لأنه بالنسبة له الخلاص هو هيدا الزعيم. يعني هو بده خلاص بكرتونة مساعدات بأموال آخر الشهر، إذا فوت ابنه على المستشفى حدا يدفع عنه، يعني هيك بيعتقد خلاصه. نعم، وهيدي عم بيتدجن يعني اللبناني لدرجة إنه مش عم بيطالب حقوقه العامة. مظبوط. وكمان هيدي فئه من الناس، في فئه تانية ما فقد الامل، يعني بتقول انه انا اذا بدي اروح لحالي اقعد احكي، انا بدي يا حدا يضغط علي او ان اذى او اهدد. في عنا وسائل دفاعيه، يعني خلينا اقول لك انه في عنا ناس بدهم يعملوا يرفضوا الواقع بس ما عندهم امكانات، بيقولوا انه نحن انا لحالي شو بدي اعمل. وفي ناس لا، بيقولوا انا يا رب الستره، انا مين ما بيساعدني انا بدي امشي بالموضوع. نعم. هيدا بس بدي اقول نقطة، انه هاي جزء من كنت عم بقوله، وقت بتجي الازمة تطرح عليك اساليب للتكيف، اساليب اللي منا منيحة هي لوم الاخر، واللي هو زيادة الشرخ، انه من وراء الفلسطينية، من وراء السورية، من وراء الاخر نحن عم نصير فينا بهالبلد. فهيدا اسمه لوم الاخر، او بيجي بقوله انه، او بصير عنا ردة فعل تانية اللي هي العنف والعدوانية، سرقات وجرائم والعنف داخل الاسرة مثلا بيتفجر اكتر. فكلها عم نقول من وراء الأزمة، أو بصير عنا مبادرات اللي نحنا نتشكر الناس اللي كمان دعموا بعضهم. يعني عندك العيال اللي خارج لبنان قديه دعموا، يعني نحنا في كتير أسر هلأ بعدها قائمة وعائشة من وراء شو؟ من وراء دعم أفراد العائلة اللي خارج البلد، اللي عم يدعموا صمود الشعب اللبناني وأسرهم. يعني على هن سموها ثورة السلولير، ما هيك بالأول لما زادوا على الواتساب سموها ثورة، ونزلوا الناس يعني بتعتقد هيدا ثورة سلولير أو ثورة شي تاني. يعني ثوار نزلوا بالعشرات بكل المدن، من طرابلس لصيدا لبعلبك لساحة الشهداء. بس اليوم يعني الأزمات شيخ متعددة وأكبر، ومثل كرة التلج عم تكبر، والناس مش عم بتصور. هيدا بس عم نركز عليه، لأنه نحن عم ندعي الناس تصور على الظالمين، لأنه ما بقى الشعب يحمله. مثل ما قلت يعني عم بتلف ساندويش بمي وبعدين هي مش عم تقدروا تاكلوا. يعني الناس جاعت، الشعب صار فقير، الأزمات صارت بالجملة. طيب شو دور رجال الدين يعني بخلق وعي عند الناس كيف لازم تتصرف؟ قبل ما نفوت لدور رجال الدين خليني بس بين عندكم دور كتير كبير ما تغافل عنه. كل واحد عم بيقوم بواجباته، وكل انسان هلا فيك تعمم؟ لا، عم بحكي عن نفسي. نعم. خلينا اولا بموضوع قصة حضرتك لما كنت عم تحكي انه المواطن صار انه برايه الخلاص هو كرتونة الاعاش. كنت عم بحكي انا والست من شوي وايدي ريتا من فتره،
عن ستالين، قصة الدجاجة لما ينتف الدجاجة عم يقولوا كيف ترضخ الشعوب، فهن عم يتشاوروا وهو عم ينتفى للدجاجة، نتفى ريشي ريشي، بالآخر حط نتف الدرة بإيده وإجت أكلت من إيده، قال له هكذا ترضخ الشعوب. هن لما يشيلوا هيدي الطاقات يموتوها، موجودة عند الشعب هيدي الطاقات يموتوها بعدة طرق، أو أنه مثلا ياخدوها لمصلحتهم لصالحهم، أو أنه يسفروها يهربوها من البلد أو إلى آخره، يوصل لمطرح أنت شعب ما في طاقات أو طاقات مغيبة، طاقات بشرية مغيبة. نحن عندنا الشعب اللبناني شعب ذكي جدا وشعب واعي جدا وشعب قوي وعنده قادر، عنده مجالات واسعة قادر يتحرك فيها، بس هيدا الشيء قدروا هن انه ينيموه ويتعاملوا بطريقة باسلوب تاني. بموضوع قصة ثورة، يعني هلا ثورة السليولير مثل عم تتفضل تحكي، طب هلا وين ثورة السليولير؟ ثورة الواتساب. ثورة الواتساب وين صاروا هلا؟ يعني عفوا كلمة، هلا حتى على العيد انا بقول لك في عيال اقسم بالله ما كان معها دق لأهلها تعايدهم على التليفون. شوفي لوين، ما في واحد، عفوا كلمة، انا اذا كنت بدي اطلع مثلا عند اهلي كانوا على الجنوب ولا على البقاع ولا على الشمال، بدك تحطي مليون ليرة بنزين وما حدا معه، ما كل واحد مواطن قديش معاشه يعني. واقعا عم نحكي، من فترة اجوا شاب وصبية بده يكتبوا كتابهم، بده يتزوجوا، طيب عم بسأله شو بتشتغل، قال لي بقبض مليونين ومئتين ألف. طيب شو بيعيشوا مليونين ومئتين ألف؟ طيب هلأ أصغر بيت أجاره بالخمسين دولار ومئة دولار، هيدا البيت اللي ما بينعاش فيه. أنا برأيي لازم الشعب يتحرك، بس لا يتحرك بده يكون عنده مثل ما قلنا صدق وإخلاص، إخلاص لوطنه. كيف بدنا نوعي الصدق والإخلاص فيه؟ طبعا رجال الدين لهم دور، والدور يمكن هو الدور الأولي لرجال الدين، بس إيه لأنه عيد طبعا اليوم يوم الأضحى هو موسم التحرر المعظم وذكرى الفداء والتضحية من أجل إرساء قواعد الحق والعدل والصبر والإيمان وأسعاد الإنسانية بالمبادئ القوية اللي بتربط العيد بخالقه وتحقق أماله ليفوز بشرف طبعا الدنيا وكرامة الآخرة. طب كيف بدنا نظبطهم هلا؟ والله كيف بدنا نرسيهم يعني وتصير قواعد يعني عم بيأمن فيها كل والله شعب وصبية؟ الخلاص للشعب اللبناني، الخلاص هو لما ينبذ الطائفية، صراحة نحكيها، لما يكون في نبذ للطائفية وللمذهبية يشيلوا هذه الخلافات الموجودة. يعني أنا كيف بدي أحط إيدي بيدك إذا أنا أصلا مختلف أنا وياك على الأصل؟ إذا أنا في خلاف على الأصول بيني وبينك كيف بدي أتفق أنا وياك واقعا يعني؟ فأني لما يكون في نبذ لهذه الطائفية ويكون في إخلاص ومحبة لهذا الوطن، هذا الوطن اللي طول عمرنا يعني لمن كم سنة ونحن نتباهى ولليوم بعدنا نتباهى فيه ونفتخر أنه نحن أولاد هذا الوطن. بس شو عم يعني نعمله لهالوطن؟ ما عملنا له شيء للأسف، حتى ما نقول الكل، ما نحن المشكلة بيطلع دائما بياخدوا السيء بياخدوه هو لا بالعكس، نحن في عنا بلبنان ناس للأسف يعني طاقات هيدي مغيبينة، هيدي مفترض يكون لها حركة بالمجتمع. يعني بتقعدي انت وشخص مثلا، انت مثلا شو دارس مثلا، دارس حقوق او دارس، طب شو عم تعمل شو عم ماشي مثلا عم بيشتغل. قلت هذيك المرة قاعد انا وشخص دارس اربع سنين حقوق بيشتغل على عربية خضرة، تخرب سوقي انه مفترض هو الواحد ما بيلاقي وظيفة، شو بده يعمل؟ يعيش بكرامة؟ ما في وظيفة للأسف. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بدنا نذكركم بأرقام تليفونات صوت لبنان 01325، بدنا نحكي عن العيد كيف عم بيمر على الشعب اللبناني بفضل هالمسؤولين طبعا اللي حكمونا واللي وصلوا لبنان لهون. لبنان عنده طاقات وعنده أيضا مدخرات مالية و معنوية وعنده كتير اشياء فينا كنا نستغلها وما نخلي الوطن يوصل لهون، بس للأسف المسؤولين أخذوا اللي لازم ياخدوه، تركوا الفتات للشعب المعتر. 01-325-555 الخلوي 76-611-003-005 وعلى الواتساب كول 76-611-001. اليوم إذا بي بده يقول له لابنه أنا مش قادر اشتري لك لعبة أو خليك تعيد أولاد يعني أو تياب جداد مثل ما بقية الأولاد، طب هذا ما بيأثر نفسياً على الطفل دكتورة سهير الغالي؟ صحيح. كيف لازم يتعامل البي أو الأم مع هلا نحن أولادهم؟ مظبوط. هلا ناطرين العيد، ناطرين العيد، وكمان
يعني كنا نقول نحن انه ما تخلوا الاولاد يعيشوا الحرمان او يحسوا، يعني نحن الاهل بس يفوتوا على البيت او انا عايشين بالبيت ضلوا يحكوا بموضوع الازمه، فالاولاد عم بيسمعوا. نحن دائما كنا نقول انه حاولوا بس بكون تحكوا بقضايا هيك فيها مشاكل وصعوبات، ما تحكوا حد الاولاد عشان ما تاثر على نفسيتهم. هلا الولد بتلاقي صار بيحكي بموضوع السياسه والدولار وعم نسمع الاطفال عم هيدا شيء منيح ولا شو؟ هلا هيدا شيء منه منيح، انا برايي من الناحيه النفسيه منه منيح لانه عم بعيش القلق، فالاهل عم ورثوا القلق لاولادهم وهو هن مسؤوليتهم هن انه يأملوا لهم الاستقرار. اذا بدنا نحكي من الناحيه النفسيه عم بحكي الاجتماعيه، الولد مش لازم هو انه يكون هو ضحيه بمحل، عم يكون ضحيه المجتمع وضحيه اهله اللي عم بيكونوا هن تحت اثر الضغط وما بيعرفوا يتصرفوا. فنحن بنقول للاهل نحن في واقع معيشه صعب، قد ما فينا نحن دائما ما نحكي بطريقه سلبيه مع الولد لانه بالنهايه الولد عنده قدرات وعنده حاجات، نحن مسؤولين كاهل بالموجود عنا نمرق له الفرحه ونحسسه بالامان. فنحن اذا ربينا اولادنا هلا على شعور بالقلق والاحباط شو منتوقع بعد شوي الجيل اللي جاي؟ عندنا مشاكل كتير بصير سلوكية واضطرابات ونفسية، هذا بيأثر على النفسية وما بتبين بالظاهر، بتبين بعد سنوات، بتبين مع سنوات. وأي متى بيبين؟ بعمر المراهقة. صحيح بيبين عمر المراهقة وجاره، حتى في عنا أطفال هلأ مثلا بعد إذا بدي أقولك على مشاهد شفناها بعد مثلا انفجار المرفأ مثلا وجر في أولاد مثلا رجع عندهم تبول اللا إرادي بالليل. ليه؟ لأنه صار عندهم هالقد خوف وقلق. في أهل في أولاد صار يتعلقوا زيادة بأهلهم، يعني إذا الماما ظهرت البيت يعني بيعملوا بانيك بيعملوا أزمة وبيصير. ليه؟ لأنه عاشوا هالقلق والخوف. وهلأ نحن الأهل عم بيحكوا بالبيت كل الوقت مصاري ما في أكل ما في شو بدنا نعمل كيف بدنا نعمل، هيدا عم يزيد كمان ضغط على الولد. فالولاد بحاجة إنه يعيشوا بأمان، بدنا مساحة سلام لأنهم أمان. الأهل عندهم دور ما من يعني منقول الله بعين الله يعطيكم القوة ويصبركم لأنه الوضع كتير صعب على الكل، بس كمان خلينا ننتبه نحن لأولادنا. أنا بتمنى أن ننتبه لأولادنا ونشوف شو الرسائل عم نوصلها. طب إذا نحن جوعانين، نحن ما معنا أموال، نحن محتاجين، عم ناكل الغيف بمي أو ما فينا ناكل، كيف بدنا ننتبه لأولادنا؟ يعني هون مثلا فيك تعزز قيم تانية اللي هي التحمل الصبر، بدل ما يعني كل ام هي اختصاصيه نفسيه. لا لا بس انا عم بحكي انه مثلا انه شكر على النعمه، يعني في عندك امور تانية فينا نطلع على الاشياء بنقول النص المليان مش النص الفاضي، حتى ما نزيد الطين بله، يعني بيصير ايه. عنده صح. ارتدادات نفسيه صعبه خصوصا بعمر المراهقه كله ببين بعدين كمان هيدي بتصير معاناه على الام، يعني الام بس تشوف ابنها تعبان او مريض هي حتتعب، والبي نفس الشيء اكيد الام والبي. فبالتالي انت بدك تشوفي على المدى البعيد اللي بعد شوي بتلاقيه، بدك انه ابنك يكون عم بيعاني ولا بدك ابنك يرجع يوقف على اجريه وينطلق من جديد؟ فبالتالي بدنا نعمل هيدا اداره شو بدي اقول سيطره على مشاعرنا، بدنا نحاول نعمل سيطره على انا مش عم نحكي شعارات، بعرف وضع صعب والعالم تعبانه وجيعانه، بس بالنهايه بدك تطلعي شو الاولى، شو الاولويات، انا بهالوضع شو فيني اعمل؟ اذا انا عم جوع وعندي وضع صعب، طيب وبالمقابل عندي ولادي، طب شو وين الخساره؟ ما هو في خساره بس بدي انا اقل ضرر ممكن انا عايش فيه، يعني شو اقل ضرر ممكن اعمله؟ احمي ولادي، احمي ولادي نفسيا اقل شيء، وحاول امن لهم اشياء على قدهم وفرحهم. يعني انا فيني افرح اعطي فرحه لاولادي انه انا امشي معهم لو نزلنا على الكورنيش مشينا، ادخل الفرحه من دون مصاري. فهمت شو قصدي؟ يعني انت فيكي تعملي هيدا الشيء شوي، تعيشيهم جو العيد باقل امكانيات. واهم شيء ننتبه على حكينا شو عم نقول، شو الرسائل، شو هالبلد مثلا التربيه، اذا بدنا نحكي عن المواطنين نحن شو عم نقول لاولادنا؟ هالبلد ما بينعاش فيه، شو هالبلد هيدا اللي عايشين فيه، اللي سافروا احسن. ما انت من هيك بهالطريقه ما عم تعزز الانتماء، عم تخلي الاولاد انه تزيد الشرخ، مش في انتماء للبلد بهالطريقه. على كل حال احنا اليوم يعني حلقتنا عن الاطفال، وكمان يعني اليوم مش بس قصه العيد، كمان قصة بقلب الأسرة داخل الأسرة شو عم بيصير؟ في مشاكل كتير كبيرة نتيجة أول شيء يعني عم بيصير في انفصال مثل ما الأرقام عم بتقول، عم بيكون في تراجع بالزيجات شيخ، عم بيصير في مشاكل كتير بين الأزواج نتيجة الفقر، ما بيقولوا بيطل فقر من الشباك بروح الحب من الباب. فاليوم شو أجواء العائلات نتيجة هالوضع الاقتصادي شيخ؟ وانتو يعني قدي عم تجيكن عائلات بدها تنفصل عن بعضها، في مشاكل كتير كبيرة؟ والله للأسف هيدا الموضوع اللي عم تحكيه، هيدا الموضوع مفترض يكون موضوع أساسي، لأنه أول شغلة
موضوع قصة الأسرة هي أهم شيء، من الأسرة بتنطلق إلى الوطن وللمجتمع وتنطلق إلى أي شيء تاني بدك تقومي فيه. للأسف نسبة الطلاق كتير كبيرة، ومثل ما تفضلت وحكيت نسبة الزيجات قليلة جدا. نتيجة هجرة الشباب الشابات، نتيجة الوضع الاقتصادي. يعني أنا بعرف حالات، عفوا على الكلمة، أنا برجع بحكيك نحن كونه في تواصل، أنا بقول لك نحن عنا تواصل مع أقل طبقة، الطبقة الفقيرة جدا الموجودة بالبلد، نحن عايشين بيناتهم، نحن منهم يعني. إذا بتجي بتطلعي واقع عن الشباب، مثلا بتجي بتقولي للشاب إنه روح اتزوج، بيقول لك كيف بدي اتزوج؟ إذا أنا بدي أجيب لا قادر أمن عفش بيت، ولا قادر أمن بيت، ولا إلى آخره من التفاصيل. طيب شغل قليل ليلاقوا شغل، شغل ما في. القدرة الشرائية ليجيبوا تجهيزات للبيت للزواج كذا مش موجودة. حتى البيت مش موجود. يعني بتجي بتطلع بيقول لك شو أنا بدي أخذها عطرة، لا بضلني معطر لحالي. الوضع هذا. واللي مزوج للأسف هلا هو هون، نحن إذا بدنا نيجي نقول تفضل حكيت له نصبره، يعني ما بدك تصبر أصلا، ما هني ما فيش رؤية واضحة، يعني بده يصبر الواحد. أنا مثلا بتحمل بصبر بوصل لمطرح. هلا قصة الزيجات والمشاكل كتير كبيرة وتأثيرها طبعا كتير كبير على العيلة. خلينا نستقبل اتصال، مين معي؟ ألو، يعطيك العافية. يا أهلا، حسن ذيب من الجنوب. هاي حسن، تفضل. أنا لفت لي نظري ضيفك لما حكى عن رجال الدين ودوره بالتغيير وبالثورة، يعني ما بعرف إذا يمكن لحاله حكيها، بس يجي بس يشوف المحاكم الجعفرية كيف هي وبعدين يعطينا رأيه، يشوف القوانين شو رجال الدين بيشتغلوا، أو المواقع الطائفية والدور اللي لعبته اللي وصلنا لهون. بالأساس هن مهمتهم هولي إنني يغيبوا وعي الناس بحيث إنني أبدوا هذا المستبد ويخلوه يمد في استبداده وفي نهبه للمال العام. هؤلاء ما بيعول عليهم، اللي بيعول عليه هي طيارات وطنية علمانية حقيقية وجذرية بتاخذ على عاتقها تغيير البلد وصناعة مستقبل هذا الجيل. هذا اللي بينفعنا وبينفع الجميع. يعطيك العافية. شكرا لك شيخ. أول شغلة أنا قلت هلا الاتهامات كثير. لا عادي، ما أول شغلة أختنا الكريمة، أنا أول شيء قلته نحن إذا بدنا ننطلق مفترض نرمي على جنب الخلافات المذهبية والخلافات الطائفية، ننبذ هيدي الأمور نشيلها على جنب وننطلق من باب حق الإنسان بالحياة الكريمة، مش حق المسلم أو حق المسيحي أو حق إلى آخره، إنه نكون ننطلق من حق الإنسان. هيدي شغلة. شغلة تانية، مع احترامنا لجميع المؤسسات الدينية، بس ما في مؤسسة هي بتعم الجميع. بالنهاية كل إنسان بيمثل نفسه وبيعرف حاله كيف بيشتغل وكيف بيتصرف. فهذا الموضوع، ونحن مع احترامنا وحبنا لخينا الكريم. العلمانية حلوة، بس ما أنت إذا بتجي بتطلع حتى العلمانيين بالبلد مش كلنا عم يشتغلوا صح، ولا عم بحكي غلط؟ بس نحن عم نتمثل ببلدين برا، يعني والله. في قوانين بيمشوا عليها، نعم. ونحن عم ينقال الحل هني أول شيء يعني بتوحيد قوانين الأحوال الشخصية، يكون عنا قانون للأحوال الشخصية موحد، نعم. بين الكل، لأنه في مشاكل كتير كبيرة بين الزيجات نتيجة، وحضرتك كنا عم نحكي قبل شوي، نعم. هالمشاكل كتير كبيرة بالزيجات كيف عم تنحل بالمحاكم، عم بيصير في تدخلات لصالح شخص على حساب شخص آخر، يعني هي عم بتصير وانت بتعرف أكثر من غيرك. أنا بعرف هالشي يعني أكثر من طبعا اللي عم بيصير، لأنه استقصينا عن هالأمور وبكل المحاكم الروحية والجعفرية وغيرها يعني. نعم. هلا ما فينا بالنهاية، ما فينا نعمم الفساد على الكل، وما فينا بنفس الوقت ندافع عن حدا. بعتقد إنه هذا موضوع آخر يعني بنحكى فيه بمطرح تاني. بس نحن بشكل عام انه نحن لما نجي نقول من الاول، نحن لما قلنا انه نحن ننبذ الطائفيه وننبذ المذهبيه، نشيل على جنب وننطلق من حقي كانسان كمواطن بالعيش بكرامه بهذا البلد، اصبح نحن يعني عملنا افضل من العلمانيين. يعني عفوا الكلمه، نحن شلنا شوف شو اللي بيوقع الخلاف بين الشعوب. لازم يكون عندنا قانون موحد الاحوال الشخصيه، يكون ساري على الكل. ما عملك هذا الموضوع بحاجه لنقاش لحاله هذا، بس ما عند النهايه ما في اشكاليه طالما، بس ما بدك يكون انت، ما هو يعني هل انه مثلا الدوله اذا استلمت هذا الامر، يعني مثلا اذا الدوله هي اللي اشتغل بهذا الامر، انه انت حتقدر تمنع الفساد يعني؟ بس يعني نحن عم نحكي بقانون موحد يسري على الكل، ساعتها
بيصير تتعامل مع كل الأشخاص مثل بعضها، يعني مش إنه كل طائفة عندها قوانين وهذا عم بيسبب شرخ. على كل حال، فإذا الزيجات اليوم كنا عم نحكي إنه إلى تراجع نتيجة هجرة الشباب، نتيجة الوضع الاقتصادي كمان، والخلافات نتيجة الوضع الاقتصادي بسبب شح المال. صحيح. صحيح. دي عم تستقبلوا عائلات يعني من هار للزواج؟ الزواج عم نحاول انفصال كتير، بس الزواج عم نحاول نقنع الناس تتزوج، عم نحاول نقنع الناس انه يعني هلا بدها قناعه ولا بدها مال تتزوج. ما هو انت ما هي كمان لا، ما الواحد قديش بيحاول ييسر، بالنهايه هيدا امر ما فينا نوقفه يعني، بالنهايه هيدي سنه الله يعني. فمن فتره كمان هيك بيجي شخص عندي عم يشكي، شاب بيقول لي انه برجع بقول لك انا عم بحكيك من واقع الناس يعني، بيقول لي شيخنا انا في شخص تقدمت له، ف تقدمت بدي بنته، ما كان يعطيني بده شقه، يكون عندي شقه. فقلت له دلني عليه، دلني عليه، رحت حكيت معه. انا رحت لعنده ما قلت له شو اسمه، حكيت انا وياه، قلت له حجنا الكريم بيتك ملك، قال لي لا اجرتي يخرب ذوقك، قاعد باجار بتطلب بدك لبنتك شقه ملك. فكمان الاهل مفترض يحاولوا قد ما فيهم يسهلوا يعني شوي، ما بدنا نتير عن كسر، لانه اصلا الانسان هلا عايش غصب عنه بهالبلد واقع يعني. كيف بتحل الأمور لما بصير الفقر هو سبب الانفصال؟ هلا نحن بنحاول أول شيء الشخص سبب الارتباط. نحن ما شوفي شو، نحن بنحاول قد ما فينا إنه ما نوصل للانفصال قد ما فينا، ويعني إذا ما كان في شيء مقنع للانفصال نحاول قد ما فينا نبعد عنه. بنعطي فرصة 2-3-4 وبالآخر يعني بنشتغل لينصلحوا. مثلا أنا بعرف ناس بيمونوا عليهم، بدخلهم مثلا الطرفين بيجوا لعندي بقدفهم مرة 2-3 وبحاول اني ادخل بصلحة يعني، بحاول قد ما في حل هالمشكلة، لانه هذا الوضع يعني انه هي اللي حتاخده حيكون اغنى يعني، اذا تركته حتعيش احسن. ما نفس الشيء، ما هذا الوضع مش على لو هو هذا الوضع على شخص واثنان وعشرة ومية ومئتان بتقولي بتلاقيها، بس هذا الوضع عايشه ثلاث ارباع الشعب اللبناني حتى ما نقول الكل يعني. فمنحاول انه نصلح بيناتهم قد ما فينا قدر الامكان. طيب اليوم شو الأثار النفسية اليوم دكتورة سهير الغالي، يعني لما بتتراجع قدرة الرجل المادية وبيعجز عن تأمين احتياجات عائلته، عم نشوف في انتحار. صحيح. ايه شو الأثار الجانبية اليوم والنفسية، لحتى انه لما بتتراجع قدرة الرجل او رب البيت نعم الشرائية، لانه احنا في عنا الرجال بالنسبة له ارتباط الانفاق على البيت ترتبط بصورته هو كرجل، كرجولية يعني إذا بدنا نحكي في مفهوم. فهو بس ما يكون قادر يجيب يأمن الأكل والشرب والحاجات الأسرة، الأسرة عم تنهز شخصيته يعني، عم تنهز هويته كرجل، فبالتالي هيدا له انعكاسات نفسية، منها الشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب، وإذا ما تعالج أو ما كان في حدا واقف حده عم يدعمه أكيد ممكن يوصل للانتحار، أو ممكن يعمل عنف يعني بالعكس يصير هو عدواني ومعنف ويطلع عنا أمراض نفسية أخرى. بعاش نحن الرجل اللبناني عم بيعيش، اللي صاحب رب الأسرة عم بيعيش هالاضطراب. طب فينا نقول انه نحن مش بس كمان الرجل عم بعيش هالاضطراب، الام كمان عم بتعيش هيدا الشيء، لانه كمان نحن بنعرف انه اغلب الاسر عنا بلبنان عم بيكون في مسؤوليه مشتركه بين المراه والرجل لاداره الاسره، اثنيناتهم عم بيعانوا. وهون بنشوف نحن الازمات اللي عم نعيشها عم تجي هي ليش عم يصير عنا مشاكل كتير بالعيله، لانه ممكن يكون هي اصلا العلاقه اول شيء بحد ذاتها مضطربه، يعني ممكن هن يكون الشخصين يعني بدل ما الفقر يخليهم مع بعض ويتضامنوا عم بيعمل شرخ. ليه؟ لانه هن بالاساس ممكن يكون عندهم تراكمات بعلاقتهم الشخصيه بين بعض، واجا العامل الخارجي هيك بنشوفه من برا على الاسره فجرها. ايه بس نحن عنا الرجل هو مثل ما بيقول المثل جنة والمرأة بنا يعني المرأة بس اليوم تغير طبعا كل الظروف، صارت المرأة عاملة. اليوم عم نشوف انه انتقال مسؤولية اوقات انه هو بيفقد وظيفته وهي بتضل بوظيفتها تسيير الامور المادية بالعيلة، ديش بيسبب هون حساسية الرجل وبيضغط عليه. فينا نقول ايه، لانه بعدنا مفهوم هذا الرجل الشرقي موجود عندنا، موجود عندنا، ما فينا نتخبى منه. مزبوط، مع انه اثنين صاروا عم يشتغلوا يعني تغيرت طبعا الظروف اليوم عند الرجل والمراه، صارت المراه منخرطه اكثر بالعمل، بس هيدا كمان يعني عم بنلاقي مشاكل كتير سببها كمان انه المراه لما
بتظهر من البيت بيبقى الرجل داخل البيت. هون بدك تفهم واستيعاب لهالموضوع لو لهالدور. نحن كنا نقول انه كان دائما نقولوا دور حقوق المراه ودور المراه، بالنهايه نشغل على المراه كثير ما نشغل على الرجل. يعني نحن بالمجتمعنا هيك فعلا، انه انت بس بدك تطور دور المراه بدك تطور دور الرجل معها، يعني نكون في مواكبه. ايه هذا مش موجود ايه مجبور او موجود بنسب مختلفه خلينا او متفاوته. يعني في عندك نماذج يعني مثال لصالح اذا بدنا نقول، او فعلا في تعاون في اشتراك، وكمان في عندك نماذج لا فيها كتير مشاكل وفيها رفض وفيها غيره وفيها منافسه. برجع بقول لك كمان التربيه بتلعب دور، يعني انت كيف نحن عم نربي اولادنا، انا كيف عم ربي ابني، كيف عم ربي بنتي، هلا هل على مفاهيم التعاون وانه في مشاركه وتعاون، والمراه والرجل نصبر على بعض نتحاور، ونحن ما بنحكي مع بعض بالبيوت، نحن عندنا ازمه بالحوار. يعني ليش نحن عندنا مشاكل كثير عم تصير في الانفصال؟ لانه ما في حوار. فاغلب المشاكل الزوجيه هلا، لانه هلا بس اجت الازمه هو قاعد بالقوقعه تاعته مثل ما بقولوا، فات لجوا واخذ كل الصدمات لحاله، وهي كمان عم تاخذ الصدمات لحالها. هني اذا بيقعدوا مع بعض بيحكوا بيلاقوا حلول، بس هيدا اللي نشتغل عليه. نعم عم تشتغلوا هيك شيخ عندكم حسن حميد العاملي بالمحاكم اللي عم تحكي عنه دكتورة سهير، يعني بدك حدا يدخل على الخط يكون عنده وعي كافي وافي حتى هالعائلات ما يصير في شرخ كبير، لأنه الملاحظ أنه حسب الدولية للمعلومات في كتير انفصال اليوم عم بيصير نتيجة الوضع. ليكي هلأ إجمالا أنا قلت لك قبل شوي أنه نحن بنحاول قد ما فينا نصلح بيناتهم، بنحاول يعني هي القعدة اللي عم تتفضل وتحكي أنه بده يقعدوها مع بعض لازم لو يتحاور وكذا، نحن عم نحاول نعمله لهذا الشيء وناخذ هذا الدور ونقربه من بعض. عم تنجحوا؟ في مطارح كتير عم ننجح طبعا. أي متى يعني ما بتنجحوا؟ بس يكون في موضوع في بيوصل لمطرح فيه تعنيف، طالما ما في تعنيف بين بعض كله بيروح بينحل. التعنيف بتقصد يعني معنوي؟ يعني ضرب، أوقات بيكون في شتم، أوقات بيكون في تفاصيل، في حالات بتجي لعندك نتيجة الوضع. ستنا مش كل العالم قديسين، في عندك ناس عنده طاقة ليتحمل، في شخص أنا عندي طاقة معينة بوصل هالطاقة ما بعد فيني أتحمل، ضغط خارجي وضغط داخلي من البيت بيولد انفجار. هيدا الشيء عم بيصير عم يدمر. انا امبارح بتجي لعندي وحده بتقلي انا اولادي عم يضربوني، مش اولادها عم يضربوها ليه؟ نعم منفصله عن زوجها، وصلت لمطرح صار في انفصال. ده اعمارهم اولادها يعني شيء 15 16، قالت لي عم يضربوني كذا، شو في طريقه؟ قلت لها انا بحاول احكي معهم وبحاول. طب ليه طلعت حكيتهم؟ هلا بعد امبارح صار الحديث هذا، امبارح المساء امبارح كان الموضوع. فالفكره يا اختي نحن عايشين بوضع مأساوي مأساوي، وضع ببكي، وضع نحن بنضحك على حالنا بنلبس ومنحط برفان ونطلع وكذا، بس وضعنا زفت. شعبنا ما بنقدر نحط برفان. شعبنا لا لا نحكي واقعا، لا ما لانه طالعين على التلفزيون. واقعا شعبنا عايش مأساة. اذا بتجي بتقعدي بين الناس عايش مأساة. هل انه بدي اسال انا سؤال، هدول المسؤولين عندنا بالبلد عم يسمعوا عارفين انه العالم جوعاني ولا لا؟ عارفين ان العالم عم تبكي؟ بس انا ما حدا عم بيحاسبهم، هن شبعانين خلص. طالما الجوعانين مش عم بيحاسبوا الشبعانين وبيطلبوا منا رح يضلوا هن شبعانين ورح يضلوا الناس جوعانين. نحن بدنا نصبر، هن بيعيشوا بالنعيم ونحن بنصبر. ايه بس نحن ما لازم نصبر للاسف. مش هيك؟ اليوم على الخط مباشره دكتور جلال حلواني، استاذ في الجامعه اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك مباشره من طرابلس. طبعا خير للجميع، يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا فيكم. كان يا مكان بطرابلس كانوا الاولاد يعيدوا العيد، كانوا يلبسوا ثياب جداد وياخذوا عيديه مش هيك، ويشتروا هدايا ويلعبوا بالالعاب. اليوم ما عاد في وهج العيد بطرابلس، هل هالشي صحيح؟ للاسف هذا الواقع الحالي الموجود بسبب الوضع الاقتصادي والازمه اللي عم نعيشها بكل بيت. فبعد ما كان العيد هو فسحه امل وفسحه راحه وكل الناس بينتظروا صغار وكبار، وخاصة يعني الصغار اللي كانوا ينتظروا العيدية وينتظروا يلبسوا ثياب جدد. الآن للأسف يعني كثير من البيوت وخاصة في مدينة طرابلس اللي هي يعني للأسف أقول أنه هي مصنفة من أكثر المدن فقرا، كثير من الأمهات ما قدرت تشتري ثياب لأولادها أيام العيد، وراحت يعني إلى ما نسميه نحن البالات، يعني حتى تقنع أولادها أنه هذا شيء لباس جديد. يعني نفس الشيء كانوا أولاد ينتظروا العيديات، بيروحوا عند عماتهم وعموماتهم وأجدادهم بياخذوا المصاري مشان يقدروا يروحوا يلعبوا يتفسحوا يشتروا يكسدروا. للأسف
نحن الآن وصلنا لمرحلة أنه نفس الشيء، أنه ما في عيديات. الأولاد كانوا يلعبوا، يحبوا يلعبوا بالمراجيح، يروحوا يأكلوا أشياء ما كانوا يأكلوها دائما بحياتهم اليومية بسبب الأزمة الاقتصادية. يعني هذا شفناها حاليا مع كثير في كثير من الأحياء، أصبح هناك نوع من الطبقية في طرابلس بشكل خاص، وهي أنه الأولاد اللي هن يعني أولاد موظفين الدولة اللبنانية اللي بيقبضوا بالعملة اللبنانية، والأولاد اللي هن أبيهم بيقبضوا بالدولار أو عندهم مصدر مالي من خارج لبنان. فهالطبقية ما كنا نشوفها سابقا، كان كلهم يلعبوا مع بعضهم، يلعبوا بنفس المرجوحة، يفوتوا على نفس السينما، يأكلوا من نفس البوظة، يركبوا بنفس المركب عشان يكزلوا على بالبحر. هذا الشيء للأسف خلق نوع من الأزمة الاجتماعية التي حتكون لها آثار نفسية مستقبلية على الجيل الجديد في مدينة طرابلس. نعم. طب قلت مرحلة صعبة كتير عم تقطع على طرابلس، ودايما بس ما نحكي عن الفقر والعوز منروح على طرابلس أو على عكار، مع أنه في فعاليات بطرابلس مرتاحة كتير على وضعها، والأغنياء كمان في بطرابلس، رؤساء وزراء من طرابلس، نواب من طرابلس، مقتدرين من طرابلس. يعني من قبل كان فيها الطبقية. طب إلى ما يؤسس اللي حكيت عنه بظل الوضع الصعب بطرابلس؟ يعني قلنا الجوع كافر، إيه كيف تترجم هالشي؟ وليه ما عم يترجم بسرعة؟ يعني للأسف اللي تفضلت فيه هو واقع. نحن عندما نقول الفقر في طرابلس، ليس الفقر من أبناء طرابلس فقط. طرابلس هي يعني في إمة نستعمله نحن، هي أم الصبي، وبالتالي هي في عنا نحن كل أبناء الشمال من عكار ومن الضنية اللي هن ساكنين بطرابلس، وهن في حالة كمان ويعني إلى جانب أبناء طرابلس كان هناك أيضا اللاجئين، وخاصة اللاجئين السوريين. يعني طرابلس تضم حوالي 500,000 شخص لاجئ سوري، وهذا زاد من الواقع الاجتماعي. أما على صعيد الميسورين من أبناء طرابلس، هناك جزء لا بأس بهم، يقومون بواجباتهم، ولكن يعني للأسف مقصرين في كثير من الأحيان. للأسف هناك يعني أشخاص ميسورين خرجوا من البلد ولم يعد لهم أي وجود، أي نشاط اجتماعي لأسباب سياسية، وإجت الثورة وفاقمت هذه الأمور أكثر وأكثر، فأصبحت الآن طرابلس ليس لها مرجعية سياسية وليس لها مرجعية اجتماعية، ونشاط المنظمات المجتمع الدولي وخاصة الـNGOs الدوليين يعني فوجئوا بالكم الهائل من الفقر ومن الحاجة ومن الأحياء. نحن من حوالي من كم أسبوع في عندنا مبنى في أحد أحياء مدينة طرابلس انهار. عندنا بلدية طرابلس أحصت أكثر من 50,000 مبنى مهدد بالسقوط، وهذه المبنى يعني فيه على الأقل 5 أشخاص لا يستطيعون أن ينتقلوا إلى مبنى آخر بسبب الوضع الاجتماعي. نحن منشوف أنه حتى المنظمات المجتمع المدني، البعض منها طبعا يركز نشاطه على مناطق يعني فيها لاجئين سوريين، وتترك حتى الواقع الاجتماعي للطبقة الفقيرة من أبناء المدينة نفسها يعني. وهذا يعني سيولد انفجار قريبا إذا لم يتم الاهتمام بهذا الموضوع. نحن عندنا كثير من الناس متعففين، يعني ما بيحبوا، عندهم من عزة نفسهم، عندهم ما بيحبوا يطلبوا، ينتظروا أن الآخرين يأتون إليهم بكتمان يساعدهم على 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 قدر الإمكان. وإن شاء الله هذه تكون يعني صرخة إلى كل الميسورين للنظر إلى أوضاع الناس، مش أقول الطبقة الوسطى، الطبقة اللي أصبحت للأسف انضمت إلى الطبقة، أصبح هناك طبقتين، الميسورين والفقراء. إيه بس كانت طرابلس هي أم الثورات، يعني بساحات طرابلس شهدت الثورة الكبيرة، حتى بساحة الشهداء كان يعني اليوم بوسطات يجوا من طرابلس ليشاركوا بالثورة. لماذا هذا الخنوع والسكوت والصمت اليوم بطرابلس على الوضع المذري؟ لما بيعلوا الصوت يعني كمان يعني في وضع قانوني غير سليم بالنسبة إلى النازحين، في نازحين هن بس بيجوا على لبنان ليقبضوا، بيروحوا بيجوا عبر المعابر. طيب اليوم ليش هالصمت؟ ليش هالخنوع؟ ليش هالسكوت اليوم على
الظالمين اللي وصلوا المدينة لهون. يعني للأسف بدي أقول أنه كثير من الناس أصيبوا بخيبة أمل، يعني كانوا يتوقعون من الثورة أكثر من ذلك بكثير. يعني الثورة انطلقت من طرابلس في كثير من الأمر، يعني مثل ما تفضلتي مثلا ساحة النور كانت تعج يوميا يوميا بمئات الآلاف، يأتون من كل حدب وصوب، كانوا ينتظرون فعلا نقلة نوعية، ولكن يعني خابت الأمال من الجميع، وغاب الميسورين، ولم يعد هناك من يتبنى مطالب أبناء المدينة الاجتماعية. الدولة غابت بالكامل عن واجباتها الاجتماعية، مع أنه رئيس حكومة من هونيك من طرابلس. يعني نتمنى على دولة الرئيس، يعني دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو أخ صديق وعزيز طبعا، يعني هو من الأشخاص الذي يعني مثل بقوله يعني أوقف الكثير من أنشطته الاجتماعية. ليه؟ يعني لأسباب سياسية، وتم يعني هناك البعض من الناس يعني عمم، يعني هو للأمانة يعني نقول أنه دولة الرئيس ميقاتي في المرحلة الماضية كان له أيادي بيضاء في كثير من الأحيان، ولكن حاجة المدينة لا تكفي أن يقوم هو بنفسه بموضوع المساعدات. وصل دولة الرئيس ميقاتي إلى مرحلة، طبعا أنا مني مكلف أتكلم باسمه، لا عم نقول أنه في فعاليات بطرابلس ميسورة وعندها أموال وطلعت أموال. يعني لا بتساعد هيدا المد اليد يعني هو بيض. أصيب نوع، حتى هو أصيب بنوع من خيبة أمل، يعني هو كان ينتظر أن يقابل بالإحسان، ولكن لما رفع الشعار الكل كلهم يعني كلهم، وكان هناك نوع من الهجوم الشخصي عليه بالذات، هذا الشيء يعني ترك آثار سلبية، وانكفأت بعض الأنشطة الاجتماعية عن يعني على كل الأصعدة للأسف. ولله يعني دولة الرئيس ميقاتي كان عنده نشاطات فنية وثقافية واجتماعية وتربوية. ونفس الشيء مثلا الوزير محمد الصفدي، ونفس الشيء لما قالوا لهم كلهم بطلوا يعطوا الناس. يعني صار كان، وعلى فكرة يعني انه هؤلاء الاشخاص كان كثير منهم يعني كانوا يقومون بهذا العمل مساعدة يعني بخفاء. احنا نذكر المرحوم موريس فاضل اللي كان ترك ايادي بيضاء جدا، يعني كان معروف في الاعياد وفي المناسبات. يعني وما زال إلى الآن يترحم عليه، لأنه كان يقوم بالمساعدات. ابنه انكفأ بعد ما انتخب ابنه نائب، انكفأ كليا، لم يعد له أي وجود في مدينة طرابلس. نعم، إلى ما يؤسس. فإذا قلت أنه لانفجار اجتماعي قريب، يعني ممكن ما يصير في انفجار اجتماعي قريب؟ أنه ليه يعني نقول أنه ممكن يصير فيه؟ ما هلأ في سكوت، في خنوع، في صمت بعد لهلا، يعني انه نحن ناطرين شو؟ طوابير الذل الموجوده يوميا على الخبز وعلى الادويه وعلى الحاجات الاساسيه، يعني في ناس للاسف نقول انه البارحه في موضوع الاضاحي تفاجأنا بالعدد الكم الهائل الكبير جدا الذي يعني يطلب وقيه لحمه فقط، لانه له شهر ما اكل لحمه. يعني نحن بنعرف عندنا سنة الأضاحي، يلي هي كثير من الناس حتى من الطبقة الوسطى كانوا يواظبون عليها. هؤلاء الأشخاص البعض منهم رغم وضعه حاول قدر الإمكان أن يقوم بهذه الأضحية، ولكن فوجئ أنه بالعبد الكم الهائل الذي يعني أتى إليه يطلب منه لقيمات لحمة، حتى لأنه له أكثر من شهر ما أكل لحمة. نحن نعرف إلى اللحمة أصبح بسعر يعني لا يمكن للإنسان المتوسط أن يشتري كيلو لحمة، بيأكل فقط خبز، هذا إذا وجد، وإذا والبطاطا إذا إن وجدت، يعني أصبح يختات على الفتات ويبحث في المهملات حتى يسد جوعه. وهذا هو بقصد فيه أنه هذا الواقع الاجتماعي يمكن أن يفجر احتقان كبير وكره وبغض، وممكن أن يستغل إلى أشياء غير قانونية بسبب هذا الواقع المر الذي يمر به
عدد كبير من أبناء المجتمع. نعم. ويعني لذلك نحن نحذر من هذه العواقب، ولا بد من اتخاذ إجراءات سريعة في هذا المجال. رغم أنه الزوارق عم يعني تؤدي إلى وضع حد مأساوي لحياة الناس، بعدها الزوارق تنطلق من طرابلس إلى بلاد العالم. يعني هذه الظاهرة، هذا تعبير عن حالة اليأس الذي وصل إليه هذا الناس. الزوارق التي ما زالت إلى الآن ومستمرة بشكل سري، والناس الذين يقصدون شواطئ أوروبا يعلمون ما ينتظرهم من هذا الواقع، ورغم ذلك يأخذون كل الأخطار أملا بأن يجد هناك ملجأ يستطيع من خلاله أن يعمل. المواطن الطرابلسي الفقير يطلب عمل. نحن بنعرف مثلا أنه كثير من أبناء طرابلس والشمال بشكل عام كانوا يعملون في المطاعم في بيروت، كان يعني من البترون الى 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 جوني، هناك غالبية المطاعم هم من ابناء طرابلس الذين يعملون فيها. يعني هذه كلهم اصبحوا بدون اي عمل. كثير من بسبب الأزمة التجارية الاقتصادية العمالة اليدوية العمالة اليومية اختفت، وهذا الشيء اللي خلى كثير من هؤلاء الشباب يعني يلجؤون الى خيار الهجرة القسرية الغير شرعية الخطرة، أملاً ببصيص نور يمكن أن يحققوه لأولادهم ويفتح لهم مجال للعيش الكريم في البلاد التي يمكن أن تستقبله. نعم، على كل حال يعني الوضع المأساوي بطرابلس بيشبه كل الأوضاع من بعلبك لعصيدة، عم نحكي عن الجنوب، عم نحكي عن البقاع، عم نحكي عن عكار. للأسف هيدا وضعنا اللي وصلنا له بلبنان. أنا بدي أشكرك الدكتور جلال حلواني أستاذ شكرا في الجامعة اللبنانية. تحياتي لجميع الضيوف المعك في الحلقة. شكرا لك. على كل حال نحن أصدقاء المستمعين كمان نقدر نستقبل اتصالاتكم مداخلاتكم صرختكم على 01-325-555 خلوي 76-611-003-005 والواتساب كول على 76-611-001. دكتورة سهير، يعني اليوم الوضع الراهن مثل ما قلنا أثر على الارتباط، أثر على الزواج، أثر على الولادات، وأثر على الرحيل، على الهجرة. صح. اليوم شو عم بيصير بالواقع؟ فأذن نعم في عنا نعم في عنا هجرة كبيرة للشباب. عم نحكي شباب أكيد يعني رجال ونساء، فعنا بنات عم يهاجروا للتعليم وللعمل وكمان شباب، وفي عندك كمان تراجع بالولادات لأنه هلأ وقت اللي بده يجيبوا ولاد أكيد عم يعملوا حسابات الأسر، بدنا نعيشوا بدنا نعيشوا، فعم يأجلوا. نعم. قرار الإنجاب. نحن معناته عم نحكي عن تغير ديموغرافي، يعني بعد شوي بعد كم سنة لقدام الهرم السكاني اللي نحن بنقول عنه مجتمع فتي، نحن لبنان هرم سكاني عنا مجتمع فتي بنقول عنه، حيصير عنا هو هرم، حيصير عنا لا، لأنه طاقات الشبابية راحت، الولادات تراجعت، شكل الهرم السكاني حيختلف بعد كم سنة لقدام، حيصير عنا نسبة كبار المسنين أكتر ونسبة القدرة الشابة أو المنتجة حتكون أقل، ونحن هيدا معناته عم نأسس لمشاكل اجتماعية قادمة إذا ما عرفنا كيف نحن نتلقف في الموضوع هلأ ونتدخل ونحط سياسات اجتماعية. نحن عنا مين بده يوضع؟ هذا ما هو مين بيوضع سياسة؟ وزارة الشؤون. عندك الحكومة كلها هي مسؤولة عن السياسة الاجتماعية، بس نقول سياسة اجتماعية مين بيصنع السياسات؟ هي الدولة، يعني رمزيتها بالحكومة. ففي عندك شيء هيك، وعندك شيء تاني إنه كيف العيال هي كمان بدها تدير أزمتها. يعني وقتها نحن عم نقول في عنا انفجار اجتماعي، الانفجار الاجتماعي اللي عم نحكي عنه هلا أنا بشوفه مش على ثورة، انفجار اجتماعي بوجه بعض. يعني ناس بدها تاكل بدها تفوت تقتحم يمكن محل تاكل او بدها تكسر بدها عم تنشط السرقات، عم تنشط ايه؟ جرائم القتل. بس لما بنحكي نحن يعني باكثر البلدان راحه بصير نعم. في سرقات وبصير في جرائم، يعني نحن بعدنا مجتمع عنده مبادئ واخلاق. صح ايه؟ صح لا اكيد وتعاضد ايه؟ ما فينا نعم ايه لك، هيدا هو سبب الصمود. ليش بعدنا هلا بعدنا متمسكين بالحياه، بعدنا بنحب بعض، بعد في قيم عائليه موجوده، بعدنا بنحب عائلتنا بنحب جارنا في موجوده هيك. بس عم نقول الانفجار اذا نحن عم نحكي انه شو متوقعين على الانفجار، مش هو الثوره انفجار اجتماعي يعني خلل امني، انفجار بين بعض لانه فيها الازمات النفسيه اللي كنا عم نحكي عنها. إذا لك الأسرة هي بتتأثر لأنه الأسرة هي اللي عم هي بنقول القاعدة الأساسية تاعت المجتمع، فإذا وكل الإجراءات أو القرارات عم تنزل على الأسرة بالآخر،
فالأسرة تاعتنا مضطربة فمجتمعنا مضطرب، إذا كانت أسرتنا متعافية نعم. فأسرة مجتمعنا متعافي، فنعم في عنا تراجع بالزواج، فعنا كتير ناس تركوا كانوا مخاطبين وتركوا، شفت يعني هذا الشيء. في عنا كوبل تزوجوا وقالوا نحن منأجل قرار الإنجاب، وفي عنا موضوع الهجرة. نعم، في عوامل كمان اجتماعية متمثلة بالأفكار المستوردة والانفتاح على المجتمعات الأخرى، وهيدي كمان عم بتسبب تراجع، مش هيك شيخ؟ يعني اليوم نحن مستورد أفكار من برا إنه بطلوا يتزوجوا، صار في مساكنة، خفت الولادات، هي كمان نحن عم نلاحظها هيك عند هالشباب. أنا برأيي هيدي الأمور في ناس عم تتعمد تدخلها على المجتمع اللبناني، لأن نحن بمجتمعنا المجتمع اللبناني مجتمع شرقي ومجتمع محافظ نوعا ما. فأنا بختلف مع موضوع قصة الأسرة، أنه نحن بعد عنا أسرة متماسكة، أبدا، قليل جدا قليل جدا. ما عنا أسرة متماسكة لا، ليه؟ بالعكس، نحن عنا أسرة مفككة بشكل عام، عم بحكي طبعا مش الكل بس بشكل عام، اسمحيلي. نعم. حتى العيلة متفككة لعدة أسباب. هلأ بغض النظر عن أنه نحن فهمنا السلبي للتكنولوجيا، انه نحن مثلا نفترض هلا انا صرت بدل ما كنت على العيد، نحن عنا عادات معي، يعني انه انا مثلا روح زور جاري، زور مريض، زور كذا، صرت انا اكتفي باني ابعت رساله عبر التليفون او على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هيدي منعت من انه الزيارات، والزيارات تعمل الفه، ومثل ما بيقولوا تعمل وفر بنزين، ايه، والبعد جفا. ومطرح تاني بتطلعي مثلا نفترض هيدي الاوبئه اللي مرقنا فيها اللي منعت كمان كورونا، نعم، لنوصل للوضع الاقتصادي الصعب اللي عم نعيشه. هيدا كله عمل نوع من يعني تفكك ضمن العائلة. لما أنا أبعد عن خيي فترة طويلة، يعني مرة مثلا بسأل شخص بقول له بدي أحكي مع خيه، دقيت على رقمه مرة، دقيت لخيه قلت له، قال لي والله ما بعرف، هدلي شوف لك إذا هو بالبيت معه، يعني هو بنفس البيت، مش عارفين إذا خيه بالبيت ولا لا. هيدا التفكك اللي صاير، هيدا بعتقد عم بيحاولوا هني، في ناس بدناش، ما بعرف يعني بدناش نوجه اتهام لحدا، بس في ناس عم بيحاولوا يفوتوا هيدي الأفكار السلبية والسيئة واللي هي بتضرب المجتمع، يعني هيدا الأفكار الفاسدة والشاذة عم يعني يحاولوا يفوتوها ليلهوا الناس فيها، للواحد يلاقي شيء بديل عن الشيء اللي هو كان. أنا برأيي لا، الأفضل نحن لما نقوي، نرجع نحاول قد ما فينا ببركة هال مثل بيقولوا هالطاقات الشاب اللي عنا وهالمفكرين والمثقفين، إنه نحاول قد ما فينا إن نوطد العلاقات الأسرية، نفهم الناس كيف الطريقة والسبيل لحتى يوطدوا العلاقات الأسرية وترجع العائلة، ترجع عائلة متماسكة مثل ما كان قبل. بعتقد نبعد عن هذيك الأمور. إيه، بالفقر وبالعوز إيه. وهيك فينا؟ إيه، ليش ما فينا؟ طيب، على الخط مباشرة معنا الباحث بالدولي للمعلومات محمد شمس الدين، يعطيك العافية ونعاد عليك محمد. صباح الخير لإليك ولضيفك ولمستمعيك، بينعاد بعيد على الجميع إن شاء الله. نعم، خبرنا يعني نتيجة اليوم الدراسات اللي عم تقوم فيها الدولية للمعلومات عن تراجع نسبة الزواج والارتباط والولادات، شو بتقول هالدراسة؟ يعني خليني بلش معك، الأرقام هي الأساس النقاش بيكون. بال 2016 بلغت عقود الزواج 34,849، ارتفعت بال 2017 ل 37,318، بال 2018 انخفضت ل 36,287، بال 2019 انخفضت كمان ل 34,076، بال 2020 انخفضت ل 29,493، بال 2021 رجعت ارتفعت ل 33,661. يعني إذا بناخذ متوسط السنوات 2016-2018 كان المتوسط السنوي 36,151 عقد. إذا بنرجع ناخذ متوسط السنوات 2019-2021 انخفض ل 32,410. يعني خلال هالفترة هيدي انخفض المتوسط السنوي بحدود 3700 عقد زواج، أي بنسبة 10%. طبعا بال 2022 بعد ما عندي أرقام عن النصف الأول، لكن بالأشهر الأولى كان في تراجع أيضا بنسبة 15%. إذا هناك صعوبة، ما عم أقول عزوف، كان في يعني في صعوبة باستكمال الزواج. في عنا أول شيء موضوع الهجرة والسفر، يعني في كتير شباب وصبايا عم بيسافروا. يعني مرت سنة 2021 وصل العدد ل 80,000،
70% هن بفئة الشباب، وبالتالي هودي بصيروا مشاريع زواج مؤجلة. عندك شيء كمان خطير هو توقف قروض الإسكان، يعني كان في المؤسسة العامة للإسكان بنك الإسكان المصارف عم تعطي قروض سكنية وقفت، والإيجارات ارتفعت، يعني أساس الأسرة أساس الزواج هو المسكن أو بالإيجار أو بالتملك، فالتملك صار مستحيل، والإيجار كمان أقل شقة اليوم أو بيت هي إيجارة 6 أو 7 ملايين ليرة، يعني ما يوازي نصف الدخل أو كل الدخل. هيدي الأمور الثلاثة، يعني الهجرة والسفر، عدم وجود قروض سكنية وارتفاع الإيجارات، خلى الزواج تبقى مشاريع مؤجلة إلى المستقبل. وهذا طبعا رح يترك انعكاسه على أعداد الولادات اللي انخفضت، من بالإضافة إلى عوامل أخرى أدت لانخفاض الولادات من 86 ألف إلى 68 ألف، وبالتالي كل البنية الاجتماعية للبنان بتكون بخطر من حيث تراجع الولادات، تراجع الزواج، وجود الطلاق، الهجرة، كل هذه بتخلي البنية الأسرة اللبنانية وبنية المجتمع اللبناني بوضع حرج. بس مع الأسف اليوم ما حدا عم يهتم بيدرس هذا الوضع، لأنه الكل عم يدرس الوضع الاقتصادي، كيف فينا نكفي، كيف فينا نعيش، ما حدا عم يشوف قديش عم يتزوج وإذا تراجعت ولا ارتفعت النسبة. يعني عند الناس في أولويات، هي أولويات المعيشة والاستمرار، ما حدا عم يطلع عن هاي الأمور، مع أن هاي الأمور أساسية لأنه بتترك انعكاسها على بنية المجتمع اللبناني مستقبلا. يعني انقلاب بهرم الأعمار خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا بيحول المجتمع اللبناني إلى مجتمع هرم، يعني اختيار طبيعي. طبيعي اليوم عندك الهجرة اللي هي نحن نعتبرها هلأ هي أكسجين عم يتنفس منه الشعب اللبناني، لكن هي على المدى البعيد هي ضرر، لأنه اليوم وقت بيسافر عندك السنة الماضية بال2021 ما يقارب 80 ألف، 70% من الفئات الشابة، يعني الباقيين هون عم يصيروا سنة بعد أخرى هم من المتقدمين بالعمر، بيجيك تراجع الزواج وبالتالي تراجع الولادات، كل هيدي بتأدي إلى أنه نحن نصير شعب هرم. بس هيدي كلها مؤشرات ما حدا عم يطلع فيها، عم يطلع كيف بده يكفي لبكره، ما حدا عم يشوف المستقبل بعدين لوين. اليوم الهجره نكتب عنها ونحكي عنها اللي هي ضرر، بس عمليا هي اكسجين، من دون هجره اليوم كان اكثر من نصف الشعب اللبناني اختنق، لانه اليوم هي هيدي التحويلات اللي عم يبعثوها اللبنانيين اللي بيشتغلوا بالخارج لاسرهم الموجوده، هي الاكسجين عم تخلينا نتنفس. فلذلك نحن الهجرة بدنا نزرها بطريقة إيجابية، مع العلم أنه هي علميا سلبية. فتصوري أنه لبنان بعد فترة 10 سنين ما يكون عنده فئات شاب، بيصير مضطر يعتمد على عمالة غير لبنانية عربية أو أجنبية ليقدر يقوم بالحد الأدنى من مستلزمات الحياة والنشاط الاقتصادي. نعم. هل يمكن، كنا يعني بسياق الحلقة، أنه العوامل الخارجية تكون كمان عم بتأثر على مجتمعنا نحن، أفكار مستوردة، انفتاح على مجتمعات أخرى سبب بهالتراجع كمان؟ يعني أنا مني كتير ضليع بهالأمور، بحكي بالأرقام. هلأ يمكن حدا عنده دراسات أكثر مني شايف أنه هاي الأفكار المستوردة بتقول أنه بتبلى الزواج خليها تكون صحبة، ما مني ضليع بهالموضوع هذا، فبفضل ما أحكي فيه وأتعدى على شيء مني كتير فهيم فيه صراحة. نعم. عم بحكي بواقع الأرقام بس، وهذا بكفي. هلأ التحليل إجت أفكار مستوردة في أمور طارئة على العقلية اللبنانية، هذا مني كتير فهيم بهالموضوع صراحة. نعم، شكرا لك الباحث بالدولي للمعلومات محمد شمس الدين. كيف تقري هالشي دكتورة سهير الغالي؟ يعني اليوم صحيح بمجتمعاتنا نحن عم نتعرض لهجوم خارجي ما بيتناسب مع ثقافتنا، حتى يعني مثل ما في بدون يفقرونا كمان بدون يغيروا بمجتمعاتنا، هالفكرة السائدة اليوم بتلاقيها؟ إيه، في عنا هيدا الجزء بالمفاهيمنا الأخلاقية والثقافية. صحيح. اللي نحن عايشينها. خلينا نقول، حارجع للنقطة اللي كنا عم نحكي عنها، مفهوم العائلة. نحن إذا منقول الأفكار الخارجية اللي عم تجي هي عم تعزز القيم الفردية، نحن منعرف أنه العائلة عنا هي قيمة اجتماعية بحد ذاتها، فنحن موجودة العائلة. وخلينا نقول أنه نحن هلأ كنا عم نقول كمان أنه القيم العائلية تركزت. أنا هون بدي خلفك على هالنقطة. ليه؟ لأنه من هي أختلفي أنت وهي على أنا أختلفي، ما بقى في أفكار
ممكن ترتكزي عليها العيلة انت لا 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 اكيد في، لانه التفكك اللي قال عنه الشيخ انا بقوله تفكك هو بالتواصل مش تفكك الاسري، يعني بالحوار بطريقه التواصل. اما العيله لا بالعكس، نحن الاسر هلا حاليا عشو مين معتمدين على العيال على بعض. نسبة جرائم عم بتصير ضمن البيت الواحد، خي بيقتل خيو، واحد بيقتل امه، ايه ورا شفت ارض من ورا يعني هذا وين بعد فيه. لا بس ما فينا نعمم هيك، قصدي انه في عنا حالات بشكل عام بس عشان اضبط. بس خلينا نقول عم نحكي عن حوادث فرديه مش معممة. ايه مش معممة، مش انه عندي عدد كتير كبير لقوا ظاهرة اجتماعية، ما انه ظاهرة اجتماعية، فهمت شو قصدي؟ فاما نحن عنا لا، اللي ظاهرة الاجتماعية اللي هلا بالازمة عنا الدعم العائلة، يعني العيلة هي عم تدعم بعضها هلا، كيف العيلة عم تأمن اكل وعم تعيش؟ الخي والبي والاخت هن عم يدعموا بعض، رجعنا لتحت للروابط العائلية، يعني بالدعم عم بحكي بالصمود. طيب نحن هلا بنرجع بنقول انه هيدا مفهوم العيلة تركز هلا بالازمه، عنا هجوم بس نقول نحن مجتمع منفتح للاخر بالعلم بالثقافه وبكل شيء، في عنا قيم فرديه عم تجي تقول انه مثلا الاولى هو انت فكري بس بحالك شو بدك بغيرك، او الانانيه يعني عم تترسخ اكثر، او بلا الزواج بلا فكره الاسره، فهذا تدمير لمفهوم الاسره، وهذا جزء اساسي نحن بعدنا كنا عم نقول التركيبة الاساسيه بالبنى الاجتماعيه هي الاسره، فاذا ضربنا الأسرة ضربنا المجتمع، وهلأ نحن أسرتنا بخطر من كل النواحي، من ناحية الاقتصادية والمعيشة. نحن عم نعيش أزمة مركبة، هذه يمكن ما مرت علينا أبدا بلبنان، هلأ أزمة هالقد معقدة ومركبة، وكنا بحاجة نتعاون لنتساعد على هالموضوع. وخليني أقول هون أنه إذا بدنا نشوف الصورة الكبيرة بدنا نتعب كتير، لأنه إحنا ما قادرين نعمل حلول، يعني مش بإيدنا كل الأمور. خلينا نشوف الحلول، في عندك نركز عليها. في عندك جزء اللي هي أنا بشوف إنه واحد بيفكر أنا شو الدائرة اللي قادر عليها السيطرة، مثلا أنا على ماذا شو بقدر سيطر، على شو أنا مثلا بشو بقدر أغير، بلش إنه أنا بالدائرة تعيتي أنا كشخص وعائلتي. بنشتغل هيك انه انا على بدي ما عم بدي اقعد اقول شو بلد وما البلد والدولار، طب هول ما اقدر انا اعمل شيء، ما انا هيك عم بستنزف طاقتي وعم بعيش بالسلبيه وبالاحباط وما عم بقدر اعمل شيء، فشو بعمل؟ فكر انا شو فيني اعمل، انا مع عائلتي شو فيني اعمل، كيف بدي امن مثلا شويه امان راحه نفسيه بالبيت، كيف بدي حد الادنى ممكن انه غير اولوياتي، كنت اكل شيء معين بطلت اكل بس اتكيف مع هالشيء، كيف لاقي مساحه احكي مع حدا اشكيله يوقف حد يمكن اعبطه ابكيله يعني يدعمني، لاقي هيدي المساحه اللي اتحرك فيها لسيطر انا على المشاعر السلبيه واعمل مثل ما بيقولوا اليات اتكيف مع هالازمه، لانه هاي الازمه قد ما كانت هي أنا بشوفها مؤقتة، قد ما كانت طويلة بس هي مؤقتة. طيب ما أحوجنا شيخ اليوم إلى دروس حية قوية بالتضحية والفداء وهذا دوركم. هلأ قلت لك قبل هلأ نحن في كتير علماء عم بتقوم بوجبها، في كتير رجال دين عم بتقوم بوجبها، في كتير مش عم خلينا ننظر على الشق الإيجابي بهذا الموضوع، نحن بنعرف أنه في كتير ناس، في كتير علماء عم بتقوم بوجبها مشكورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر المساجد بشكل مباشر. بيبقى الأصل للمدرسة البيتية، لأنه بيقول الأم مدرسة، بيبقى الأصل للمدرسة البيتية اللي هي بتجمع. فنحن هلأ صرنا بوقت صار عم يضطر الرجل والمرأة هني اللي يطلعوا للشغل، فهيدا عم بيأثر كمان سلبا على الأولاد بالبيت وعلى الوعي بالبيت. يعني باختصار المجتمع عنا المجتمع بده شغل كتير، بده شغل كتير. ومين لازم يشتغل عليه؟ أنا برأيي مفترض كلنا نكون إيد واحدة لنقدر نشتغل، لأنه إذا كل واحد بده يشتغل لحاله مثل اللي عم يدق ما بتوصل لمطرح. نحن برأينا وهيدي بتخلي تكون رسالة للعالم بعيد الأضحى، مثل ما إنه عيد الأضحى بيجمع كل الأديان وكل الطوائف، خلي هالمشكلة اللي عم يعيشها الشعب اللبناني تجمعنا كلنا بلبنان بكل مذاهبنا وطوائفنا، ونشتغل كلنا سوا لحتى نطلع من هالأزمة اللي نحن عايشينها، وبلكي هالمسؤولين بحسوا شوي وبيسمعوا صوت الناس ودموع ويشوف دموع الناس، وبرأيي هيدا هو الخلاص. الخلاص كمان أننا نحس بهم، مش هيك دكتورة؟ لا وكمان أنا بدي أتشكرك أنه نحن بحاجة كمان نكتر من هالمنابر، لأنه نحن بس نحكي عن وجع الناس عم نوصل صوتهم بالنهاية، وعم نخلي الناس المسؤولين يسمعوا ويتحركوا، لأنه بالنهاية أنت للخلاص بدي قيادة، يعني بالنهاية مين بده قيادة صحيح. للتغيير صحيح. والقيادة ده تبنى على رؤية، والرؤية منين تجي؟ من وجع العالم ومن حاجات الناس.
شكرا لك، شكرا للشيخ حسن حميد العامل، شكرا للدكتورة سهير الغالي المتخصصة بقضايا الأسرة والتنمية وأستاذي في الجامعة اللبنانية. شكرا لكم أصدقائي المشاهدين والمستمعين، إلى اللقاء بكرة مع حلقة جديدة عن النازحين السوريين، نشوف شو عم بتحكمي بموضوع النازحين. إلى اللقاء.